ما شاء الله، وصفتنا اليوم أتوقع إنه كثير من الناس ما بيستغرب. شوفوا، طبعا المكونات الأساسية ثلاث: سكر بودرة، طحنية سائلة، حليب بودرة. شوفوا، طبعا احنا بنزين ثلاث أنواع من نفس الصنف: شاي بالفستق، شاي بالشوكولاتة، وشاي بدبس التمر. تابعوا الخطوات، سهلة مرة وراح تعجبكم إن شاء الله. المقادير بكل سهولة، أو الطريقة: عندي سكر بودرة كاس، طحنية سائلة نص كاس، حليب بودرة نص كاس. راح نمزجهم مع بعض، طبعا كل مكون كل نوعية الحال. هذا اللي راح نمزجه الحال اللي هو الفستق، وهذول راح نمزجهم الحال اللي هي بالشوكولاتة، ودوري راح نمزجن حال اللي هي بدبس التمر. طبعا انا استخدمت سكر بني، يمكنكم تستخدمون سكر ابيض لكني فضلت السكر البني. حطيت حليب البودرة والسكر، بسم الله، بنحط شوي فستق، والثاني ان شاء الله بنحطه مع الوجه اخر شيء. وبنمزجهم الآن ذولي، نمزج ذولي المكونات الجافة، بعدين نضيف اللي هو الطحنية السائلة، وبعدين نمزج. انتبهوا تمزجون كل شيء جميع بعدين ما ينخط معك. الحين أنا مزجت الحين المقادير الجافة، بضيف الطحنية السائلة وأحرك. حرك لما يتماسك معي، يصير كأنه عجينة. هذه اللي هي السادة مع الفستق، بضيف له شوي مرة ماء ورد، إضافة نكهة بس. شوف الآن شبه جاهزة، بذوقه. طبعا لازم تجلس يوم كامل أو 6 ساعات، طلعت حالي شوي، فبقلل كمية السكر ثنتين الثانيات. شوفوا القوام، طبعا الحين ما حركته مرة، لكنه قوام ممتاز. لو صارت عندكم سائلة حطوا زيادة حليب بودرة، وإذا كانت عندكم أقل يعني جافة شوي حطوا زيادة طحنية سائلة. هذا أنا دورت قزاز ما حصلت، رحت محل بلاستيك ما حصلت، لكن بلاستيك كافي بالغرض. وشي عندي زيت نباتي خفيف بس، بدهن العلبة من تحت وبرضه مع أطراف، شي بسيط مرة. بعدين بضيف شوي فستق بالقاعدة تحت، كيف الكمية دي ما تشوفون. بعدين بضيف اللي هو الطحين من كبر الزيت، بضيف الطحنية وأبرصها بالمكان ذا بالعلب البلاستيك. ما شاء الله الحين رصيته، شوفوا من تحت. طبعا اللي مخليه ذا بني اللي هو السكر البني، طبعا تقدرون تحطون سكر ابيض لكن انا فضلت السكر البني مثل ما قلت لكم. ننتقل للاشياء الثانيه، نفس الخطوات. الحين راح نزين اللي بالشوكولاته، بسم الله، نفس الطريقه الاول: حليب مجفف، سكر. تشوفوا انه نقصنا كميه السكر عن التو، لاني شفت انه حالي، وبرضه الشوكولاته لما كنا نجفف. راح احركها مع بعض، نحرك المواد. قلنا لكم لا تحطون السوائل عشان ما اللي هي الطحنية السائلة بعدين ما يمزج المكونات مع بعض. احركوها بالشكل هذا، بعدين اضيفوا الطحنية السائلة. بسم الله، اضفنا الحين الطحينة ونحرك نفس الطريقة الاول، ما تصير كأنها عجينة. شفتوا
ما شاء الله لونها هذه الشوكولاتة. شو شلون صارت؟ أتوقع أنها بتصير أفضل واحدة أطعمها. ما شاء الله. الحين حطيت برضه بنفسها الطريقة الأولى، دهنتها بزيت نباتي، حطيت تحت الشوكولاتة هيرشي، وأنا بضيف الطحينة عليها. بسم الله، شكلنا كبرنا عدا. نضيف الطحينة ونفس الطريقة الأولى، نرتبه ونرصه بالعلبة رص لا يبقى شيء، بس ترى نعمة. ونضغط بالشكل هذا، شوفوا ما شاء الله. حليب بودرة ونمزج، بعدين راح نضيف الطحينة ودبس التمر. هذا تصير نكهة دبس التمر. الحين راح نضيف الطحينة. بسم الله، نضيف بسم الله دبس التمر حسب كمية تبون، وامزج وامزج يا معلم. تشوفون ما شاء الله، مش توقعون سيرازين واحدة. أكيد الشوكولاتة راح تفوز. حطينا زيت نباتي ودبس تمر تحت، وراح نصفه ان شاء الله. هذه ثلاث انواع، هذه اللي بالدبس التمر، وهذه العاديه اللي بالفستق، وهذه اللي بالشوكولاته. وبسم الله نغطيهم، والوعد ان شاء الله بكره الصبح نفتحهم، ولهم ان شاء الله صيرين ممتازين مره. ما شاء الله، هذه الطحنية بعد مرور 6 ساعات بالثلاجة. هذه اللي هي الطحنية الأصلية مثل ما قلنا، وهذه الطحنية اللي بدبس التمر، وهذه الطحنية اللي بالشوكولاتة. طبعا الشوكولاتة صارت سائلة شوي لأني مكثرين عليها طحينة. نبي نجرب، نبي ننزل هنا غادي إن شاء الله تنزل بالصحن على طول. ما شاء الله ما شاء الله، شفتوا اشكالهن؟ علينا وعليكم بالعافية. ان شاء الله سووا طريقة لكن خفوا السكر. انا كثرت كمية السكر صراحة، خفوا السكر شوي، بدل ما هو كاس حطوا تقريبا كاس الا ربع. ان شاء الله يجي معكم احسن منكم.